السلام عليكم، كل سنة وانتم طيبين. اللهم بلغنا رمضان، لا فاقدين ولا مفقودين. النهاردة جايبة لكم مكان جديد، المكان ده في العصفرة. طبعا هوصف لكم العنوان في اول الفيديو. جايبة لكم بقى فوانيس ايكيا من اول 30 جنيه، ده غير بقى الشغل بتاع رمضان كله والزينة من اول 5 جنيه. النهاردة يا بنات ليكم اسعار عايزة اقول لكم اقل من سعر الجملة كمان. المكان فيه حاجات جديدة جدا وحاجات هتفرح قلبنا قوي، وفي نفس الوقت اسعار حنينة وعلى قد الايد زي ما متعودين دايما. تعالوا بقى نشوف العنوان. السلام عليكم وكل سنة وانتم طيبين. اللهم بلغنا رمضان، لا فاقدين ولا مفقودين. النهاردة جايباكم لغاية المعهد الديني، جايبالكم كل زينة رمضان، فوانيس وطبل وكل حاجة حلوة موجودة من اول سعر 5 جنيه. طب احنا فين؟ المكان بقى جديد عمرنا ما صورنا فيه يا بنات. احنا موجودين في اسكندريه في المعهد الديني، في اول شارع المعهد الديني في العصفره، جنب في جزاره لؤلؤه البحيره الموجوده هناك دي. وهنشوف، بص كده هنلاقي في اول المعهد على طول اسلام التركي. تعالوا بقى ندخل نتفرج ونوريكم الفوانيس، لان النهارده في حاجات حلوه قوي، حاجات ايكيا موجوده الصغيره والكبيره، طب كل حاجه يا بنات هنشوفها النهارده. تعالوا بقى ندخل كده نتعرف على الاسعار ونبتدي على بركه الله. ازيك؟ عامل ايه؟ الاخبار؟ كل سنه وانتم طيبين، ربنا يخليك يا رب. صراحة انت لما يعني انا لما جيت اكتشفت ان في مكان حلو قوي هنا وفي حاجات جميلة جدا. الله يخليك، ربنا يخليك يا رب. اول حاجة معانا ايه؟ هنا فرع الزينة 5 متر ب 5 جنيه. حسين ممكن تعلي صوتك شوية؟ فرع الزينة 5 متر ب 5 جنيه. 5 متر يا بنات ب 5 جنيه، تمام. فرع شخصيات 7 شخصيات ب 5 جنيه برضه، تمام. عندنا ايوه الفوم دوت بيلزق دبل فيس، تمام، ب 5 جنيه. ده برضه دبل فيس حلو قوي. ب 5 جنيه، تمام. عندنا مغناطيس ثلاجة ب 5 جنيه، ب 5 جنيه، تمام. ده كده أول حاجة. الأسعار الجديدة الترند بتاعنا بقى سنارة. ده كله بيبيع أصلا بره ب 20، احنا بنبيعه ب 15 جنيه. ب 15 ده الأسكار، تمام. وعندنا الدلاية الجديدة اللي هي الحلزونة دي، متعلق منها؟ تالي هي دي صح؟ الحلزونة دي، اسمها الحلزونة دي برضو حاجة جديدة يا بنات. الحلزونة دي عامله 10 جنيه عندنا في العرض. ب 10 جنيه تمام زي العسل. المترشمه، عندنا المترشمه الكبيره دي عامله 5 جنيه عندنا. بص يا بنات، ربعات 5 جنيه عاملينها وش وضهر دهبي. دي ب 5 بس؟ ب 5 جنيه بس. حلوه قوي ما شاء الله. جدا نازله جدا الفوانيس زي الفل. اللي هو الخيامي ده كده، ده ماشي ده. 5 جنيه بس عندنا. ب 5 جنيه كم متر ده؟ ده 5 متر ب 5 جنيه. تمام. بصوا بقى ده ب 10 جنيه، ده ب 10 جنيه بس، ده خشب برضه. خشب ب 10 جنيه تمام. 7 جنيه ونص. دي دلايه برضه. دلايه صغيره كده. اهي. 7 جنيه ونص، في منها فانوس وفي منها اشكال ياما عندنا. بقى. حلو جدا. وفي منها الكبيره. ب 12 جنيه ونص. الكبيره دي ب 12 جنيه ونص، تمام. دي بقى فرع شخصيات. في بقى حاجات فنانيس وكده. ده في 6 شخصيات وده في 10 شخصيات. وده بكام وده بكام؟ ده ب 7.5 وده ب 10 جنيه. ده ب 10 وده 7.5. بالنسبة بقى للخداديات. بالنسبة للخدادية احنا عندنا بقى، عندنا عرض جامد جدا، عندنا وش ستان وظهر ستان. تمام. عاملة 12 جنيه ونص بس. حلوة قوي 12 ونص. 25 جنيه، عندنا ظهر ستان ووش ستان ب 12 ونص. وطبعا في منها أشكال وشخصيات. زي ما أنت عايز، تمام. عندنا 3 كوبايات دول ب 12 جنيه ونص. 3 كوبايات ب 12 جنيه ونص. حلو جدا. الصواني بقى دي بتاعت رمضان ب 15 جنيه. ودي بكام؟ تمام. في الترند دي نازله دي ب 20 جنيه. دي ب 20 يا بنات. دي اشكالها برضه ب 20 جنيه. اللي هي تشبه بتاعت ايكيا، يعني في ده وفي ده، جميله جدا. ما شاء الله. ده 3 متر رول بكام؟ ب 40 جنيه. ده عباره عن ايه؟ ده مفرش بالفرش بتاع اللي هو ب 3. حلوه قوي دي، جديده دي. بكام؟ 25 مفرش عامل 40. 25 مفرش بالظبط. التلاتة على بعض ب40. التلاتة على بعض ب40. حلو قوي، كفوكي رمضان سحور وفطار وزي ما انت عايزه. عندنا مفرش ثلاجة بقى فيه 4 الشكل الجديد بتاعنا. تمام. ده ب 15. ده ب 15 جنيه. حلو. عندنا المريالة. مريالة ممكن بس كده؟ مريالة المطبخ اهي. دي كمان مريالة المطبخ ب 35، حلو قوي. جميل. عاملين عرض عليها ب 10 جنيه. يا بنات الطبله الحلوه دي ب 10 جنيه. دي او دي اي شكل يعجبك ب 10 جنيه عندك. حلوه قوي، جميله ما شاء الله. بصوا اشكال كتير بقى، اختاروا للاطفال وفرحوهم. 10 جنيه مش فلوس دلوقتي ما شاء الله. هي دي نفس الطبله؟ دي ب 15. دي بصوا يا بنات دي اكبر شويه ب 15 جنيه. وعندك بتنور زي كده؟ بتنور كده. اهي بتنور اهي. عندنا 25. تمام. كل ده بالعصايه. حلو قوي. في ده مات فوانيس كده مات. الفوانيس بقى اسعارها من اول كام؟ اول حاجه قول لي انت اسعارها وبعدين. الفوانيس من اول 50 جنيه بيغني بينور كده. ده كده 50 جنيه. ده بيغني وبينور. بيغني بيبقى سيلفر وجولد. سيلفر وجولد. تمام.
الكبير بتاعه الاكبر ده ب 60 تمام. بينور برضو؟ بينور بيغني. اه تمام زي الفل. عندي خشبيات يا عم. ايه الحاجات الحلوه اللي تفرح دي؟ الخشبيات دي بكام؟ الخشبيات دي عامله 50 50 اه 50 جنيه. 50 جنيه يا بنات احلى اسعار، اسعار مالهاش حل. في كمان محمد صلاح. محمد صلاح بصي الفوانيس دي كلها عشان متابعين القناه انا عامل خصم 20% لاي ياخد فانوس 20% خصم. يعني الفوانيس اللي هي مش تقليديه اللعبه يعجبك لعبه في خصم 20% حلو قوي تمام. وده بقى ده كده عامل 60 جنيه. ده عامل 60 جنيه ده عسل حلو جدا. وطبعا في منه الوان نفرح ولادنا. وبصوا بقى مصباح علاء الدين ده بكام؟ عامل 60 جنيه. تمام اسعارك حلوه بصراحه. الله يخليك. ايكيا بقى أوكي. عايز اعرف فوانيس ايكيا. عندي ثلاث احجام. اه ادي كده الصغير ده ايوه بينور عامل 30 جنيه. خلاص يا حلو قوي ده. وفي طبعا الوان منه شويه اه الوان كلها موجوده دي ما شاء الله. عندي الاكبر شويه ده عامل 55 جنيه. 55 جنيه تمام. وعندي حجم الجامبو الجامبو 65 جنيه بس. ب 65 ما شاء الله محمل التقيل مش خفيف. حلو قوي. وده اللي بيتحط فيه الشمعه الالكترونيه. الشمعه الالكترونيه موجوده عندكم برده. بصوا يا بنات طبعا كل انواع الفوانيس دي زي ما قلت لكم خصم 20%. الشمعه بكام؟ الشمعه دي عامله 7.5. 7.5 تمام حلو قوي. وطبعا في اشكال فوانيس كتيره قوي يعني في حاجات بلاستيك كمان وحاجات اخر جمال. ايه تاني يا حسين؟ عندنا بقى خشبيات جوه. دي الخشبيات. الخشبيات كلها عندنا هي كعبه الترند اللي نازله دي. اه فانوس ده حلو قوي. اه ده الشيك ده لسه نازل جديد. ده بكام ده؟ عامل 100. عامل 100 يا بنات حجمه كبير ما شاء الله. الهلال دي كلها بتنور كده. اه. تبدا من اول 100 جنيه معاكي. الهلال ده من اول 100 جنيه. كله بيغني معاكي. كلهم بيغنوا؟ بينوروا ولا بي... اه بيغنوا. حلو قوي تمام زي الفل. طبعا اشكال كتيره بقى اختاروا اللي انتوا عايزينه. بصي ده اللي فيه ميكي ده. اه حلو قوي ما شاء الله. يعني احنا شفنا الاسعار من اول اللي هو الصغنن بتاع ايكيا ده ب 30 من اول 30 جنيه. الفانوس موبيليا ب 10 جنيه. ماشي نشوف. بنات ب 10 جنيه. حلوه قوي جميل ما شاء الله. دي حلوه برده. دلوقتي هندخل جوه ولو كان بره في حاجات جوه في حاجات اكتر. تعالى كده عرفنا على الاسعار الحلوه. 10 جنيه الاستاند ده خشب؟ ب 10 جنيه. ان هما تبع القناه والفانوس برده ب 10 جنيه؟ ب 10 جنيه اي شكل. تمام اي شكل من الاشكال دي يا بنات ب 10 جنيه. جنيه وده كمان زي الفل الله ينور. اقول لكم كمان ده عباره عن كوستر. تمام بكام بقى ده معانا؟ 20 جنيه معانا في العرض. 20 جنيه وعندك منه اكتر من شكل زي ما احنا شايفين، بصراحه حاجه تفتح النفس. بوجي العسل ده الاستاند القمر ده بكام؟ العرض ب 10 جنيه. 10 جنيه وعندك كمان فنانيس وكمان العربيه دول اللي ورا بقى دول بكام؟ دول ب 25 جنيه وب 20 جنيه لمتابعين القناه. ب 20 جنيه لمتابعين القناه، علشان تاخدي بالاسعار دي لازم تقولي ان انت تبع مدام منى او اسره بسيطه. طب عايزين كمان الكبير موجود، احنا قلنا لكم الحجم الصغير، الحجم الكبير كمان موجود ومتوفر، كل بقى الشخصيات بتاعت رمضان. لكم المباخر دي كمان في مكتوب كل اعوذ برب الناس واللهم بارك هذا البيت، اي واحده فيهم بكام؟ 15 جنيه في العرض. 15، عندنا كمان الكعبه مبخره برده. بكام معانا يا كريم؟ 30 جنيه. ب 30 جنيه، اشكال حلوه قوي. ده كمان دي؟ دي برده من المباخر الحلوه قوي معانا ب 35 جنيه. بصوا الحلاوه، بحب بكار. فانوس بكار موجود اهو يا بنات. بصوا الحلاوه بيغني ولا بينور بس؟ بينور بس. بقى عربيه الفول السكر دي بصوا بقى. دي بتنور وبتغني. نزلها شويه يا ابني. ايوه مستوى الطول بتاعي. بصوا بقى العسل دي بكام؟ 110 في العرض. بعد 120 يا بنات، ال 110 دي ليكوا انتوا، تمام، وفي منها كمان الحجم الكبير، تعالوا دلوقتي نشوفه يلا. ودي كمان الحجم الكبير بقى، الحجم الكبير كانت بكام؟ كانت ب 150. وهتبقى للمتابعين بكام؟ 130. 130 جنيه، وريني كده نزلها تحت شويه. بصوا شكلها يا بنات عسل ازاي؟ تمام، الله ينور. غير بقى مجات رمضان عندنا اشكال حلوه قوي منها، وكمان عم شكشك، بصوا قمر ازاي؟ وفي اشكال كتير يا بنات. بوجي بقى ورمضان كريم وحاجات حلوه قوي فنانين. معانا بقى الطبق ده اللي هو بنحط فيه التمر مثلا او المكسرات بكام؟ ب 40 جنيه للقناه. ب 40 جنيه للقناه زي ما احنا شايفين تمام. اقول لكم بقى قسم الدلايات، الحاجات دي حاجات خطيره وبجد جديده يا بنات واسعارها من الاخر لمتابعين القناه فقط. الحاجات الدلايات القمر دي بكام؟ 35 جنيه. دي ب 35 خشب دي. عندنا مثلا الشكل ده منها، الشكلين دول. فكره في اشكال تانية يا بنات وحاجات اسعار حلوه جدا. بصوا كمان الفانوس ده
وكمان لو دخلنا على الذهبيات عندنا بقى في الذهبيات حاجات كتير. ده كده بكام بقى الذهبيات دي؟ ده خشب، ده ب 30 جنيه. طبعا انت عندك الشكلين دول رمضان كريم الحاجات الحلوة دي، وفي برضو اشكال تانية نازل منها كده ايه الدليات كده، صراحة يعني مجموعة خطيرة جدا. وحاجة بنات برضو متاح تعملي بوكس، اي بوكس باي سعر انت عايزاه، يعني على حسب ما انت عايزة يتعملك احلى بوكس. بقى بوجي وطمطم دول مستورد، طمطم بكام وبوجي بكام؟ طمطم بمية وبوجي اللي بينور وغني بمية. تمام. انا بكار بكام بكار معانا؟ بمية وخمسين المستورد. اكبر طمطم في العالم كله بكام؟ 85 جنيه. حلوة قوي. طبعا في منها كذا شكل. تمام. الصغيرين بوجي وطمطم اي حاجة فيهم بكام؟ 30 جنيه. بصوا في طمطم يا بنات مكتوب عليها رمضان كريم، حجمها حلو كمان بوجي. تمام. احنا كمان بالنسبة بقى الحاجات بتاعت النور، ادي كده اول حاجة رمضان كريم حلو. عايز اقول لكم برضو الفانوس ده بينور على فكرة، بس مفيش فيش كفاية. عندنا كمان الحاجات اللي بتنور دي، الهلال والفانوس، اي واحد فيهم بكام؟ 70 جنيه. طبعا الاسعار دي لمتابعين القناة فقط. انا كمان الجامع ده كمان بكام؟ 110. 110 يا بنات. كمان يا بنات الحاجات الحلوة دي، الفرع ده بكام؟ 30 جنيه. 30 جنيه ومعانا ده كمان بكام؟ ده ب 25 جنيه. كمان لو عايزين الفوانيس الكبيرة عندنا حاجات كبيرة جدا، صح؟ خشب. الله ينور عليك. تمام. ده غير بقى كمان الفوانيس القمر الحلوة دي المضيئة، وكمان معانا الستارة بتاعت رمضان بأشكال كتير قوي، وعندهم طبعا كل أنواع الفروع بتاعت النور. طبعا يا بنات ختمنا الجولة بتاعتنا الحلوة دي. عايزة أكد عليكم المكان تاني، طبعا إحنا موجودين في أول المعهد الديني في العصفرة، شارع المعهد الديني في العصفرة إبلي. بصوا جنب المخبز ده على طول حلوان أبو بكر الصديق، عشان برضو ما تروحوش يعني تبقوا عارفين العروض فين، عند إسلام التركي اهو يا بنات اهو جنب الفرن على طول.